أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعنا ما يسمى بالمطر الصناعي، فهل يشكل فعلهم هذا على تفرد الله جل وعلا بالخلق والإيجاد؟ أين هو المطر الصناعي؟ وين هو؟ أرونا إياه. الدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. هم ادعوا دعاوى كثيرة، لكن أين الحقيقة؟ وأين المطر؟ فنحن نتحداهم أن ينزلوا المطر الآن. الدجال إذا جاء في آخر الزمان، والله أعلم أن هذه مقدمات للدجال، إذا جاء في آخر الزمان يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت من شدة الفتنة التي يجعلها الله على يده امتحانا للناس. فهذا الإنسان له عجائب، يعني إذا خلى من الإيمان فإنه يظن أنه يقدر على كل شيء. أنا أحيي وأميت. الله جل وعلا يقول: فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. إذا كانوا صادقين الآن ينشئون سحاب ويمطرون الأرض. هلا هم في بلادهم عندهم القحط والجدب وما يسمونه بالجفاف، ولم يمطروا بلادهم. نعم.